السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء التفاؤل مساء الأمل مساء الخير عليكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الميلاد الجديد يا ربي يكون بداية هذا العام بداية خير علينا وعلى الأمة كلها آه ما ننساش من البداية أن احنا آه نهني إخواتنا الأقباط نقول لهم كل عام وأنتم بخير احنا آه كمسلمين وكأقباط في على أرض واحدة في مكان واحد آه احنا الاثنين آه أمتين لكن في الأصل أمة واحدة خلينا دائما مع بعض في الأفراح في الأحزان في أي شيء إحنا مع بعض إيد واحدة مترابطين مسلم ومسيحي إيد واحدة الصليب مع الهلال برضه إيد واحدة لذلك النهاردة بنقول لإخواتنا الأخباط كل عام وأنتم بخير النهاردة كمان هنتكلم عن موضوع جميل جدا في بداية عام جديد جدا عايزين من البدايه كده نكون متفائلين نكون سعداء كل امورنا تكون عاديه جدا بلاش بقى يعني اللي حصل حصل في السنه اللي عدت 2018 خلاص هي عدت هي راحت بلاش بقى نفكر في اي حاجه تألمنا بلاش نفكر في اي حاجه احزنا هي راحت خلاص راحت بكل ما تحمل من متاعب ومن مصائب ومن حزن ومن كآبه ومن اي امور اخرى أنا عايزكم النهاردة يا جماعة تفتحوا صفحة جديدة داخل الأسرة داخل الأسرة من البداية النهاردة بداية عام جديد أقعد مع نفسك كل زوج وكل زوجة تقعد مع كل واحد فيهم يقعد مع نفسه وقول أنا عايز إيه النهاردة من زوجي أنا عايز إيه النهاردة من زوجتي ونبدأ نصلح اللي فات مات خلاص اللي حصل حصل ما نفكرش فيه ما نفكرش في كل ما من نفكر أكتر في الحاجات الصغيرة اللي حصلت من زوجتي ولا حصلت من زوجي بتألم بتحزن كتير جدا يا جماعة بيقابلونا في الشارع وفي المركز عندنا وفي كل مكان بيقابلونا في الطرقات بيتكلم دايما بيقول انا حزين انا كئيب انا مليا بالأساءة انا مش عارف اعمل ايه الدنيا الدنيا ملطشه معايا الدنيا سوده في وشي انا مش مرتاح نفسيا انا 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 دايما تسمع حاجات كتير جدا يا جماعه خلينا في البدايه اقول لكم طول ما احنا بعداء عن ربنا نمبر واحد وبعداء عن بعضنا البعض نمبر اتنين مش هنحس بالسعاده لإن بالعقل والمنطق بقول مفيش واحد بيعيش مع نفسه. أبدا. إذا من البداية لابد تشوف ربنا سبحانه وتعالى عايز منك إيه؟ إيه الأوامر اللي هو ربنا يأمرك بيها؟ وإيه النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك إنتهي عنها. بكده تبقى إنت عملت كل حاجة حلوة هتأتي لك السعادة. لإن السعادة بتقول الحياة بسيطة جدا. يا إما تكون سعيد يا إما تكونش مش سعيد. لو أنك سعيد هناك امور التي تجذب لك السعاده فافعلها اعملها على طول ما دام انت النهارده مثلا على سبيل المثال سعيد انت النهارده في نهايه اليوم تقعد مع نفسك انا النهارده كنت سعيد ليه؟ ايه الاسباب اللي ادت لي السعاده؟ اه ده واحد اثنين ثلاثه النهارده سعيد عشان انا صليت النهارده أنا سعيد عشان أصلت الرحم، النهارده أنا سعيد عشان مبسوط، النهارده أنا سعيد عشان زوجتي معايا، النهارده أنا سعيد عشان ولادي كلموني، النهارده أنا سعيد عشان بين أولادي وبين أهلي كلنا مبسوطين وسعداء الحمد لله ما عادش يوم، عشان أنا كده سعيد. يبقى إذا أوامر ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا أمرني بيها عملتها، النقطة الثانية كمان إن أنا سعيد في إذا هذه الأمور يبقى أفعلها على طول، أعملها على طول باستمرار، ليه؟ لأن لما بعملها هتجذب لي السعادة. هتخليني أكون سعيد على طول. طيب هناك أمور بقى أنا مش سعيد، على سبيل المثال أنا النهارده مش سعيد ومش مبسوط وكئيب وي وي والحاجات وي دي كلها، طيب نعمل إيه؟ لابد عشان تكون سعيد لابد رجوع تام إلى ربنا سبحانه وتعالى. من 1440 سنة ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم يقول إيه؟ في نهاية سورة طه "ومن أعرض عن ذكري" فإن له معيشة ضنكة فإن أهل اللغة يقولون فإن أداة التوكيد تؤكد الخبر وكأنك تحدث شخص ما وتقول له إن لم تفعل كذا سأفعل فيك كذا وكذا وكذا ولله المثل الأعلى يقول لك ومن أعرض طول ما إحنا بعداء عن ربنا سبحانه وتعالى وأمورنا كلها كئيبة ما فيش سعادة في البيوت عشان إحنا أعرضنا عن ربنا لما احنا احنا اعرضنا عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا اعرض عننا اذا الاعراض احنا السبب الحزن الذي فيه نحن الان نحن السبب الكآبة اللي انا بمر بها النهاردة نحن السبب اي امر سيء احنا السبب فيه عشان احنا اعرضنا عن ربنا سبحانه وتعالى نسينا كلام المحصوم صلى الله عليه وسلم حتى قبل ما يتوفى في نهاية حديثه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أبدا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل النهاردة احنا عملنا كده هل نحن طبقنا شرع الله في حياتنا الأسرية المجتمع اللي احنا فيه بنعيش فيه في حياة أسرية سعيدة هل بجد احنا مبسوطين في بيوتنا هل بجد بيني وبين زوجتي عمار والله الدنيا واقعة لو الدنيا وقع بينك وبين زوجتك اعرف اول حاجه انك انت بعيد عن ربنا وحشان ربنا سبحانه وتعالى يخلي العلاقه بينك وبين زوجتك تمام لابد ترجع لربنا سبحانه وتعالى وانت كمان مش هتحس بطعم السعاده الا لو انت قريبه من ربنا سبحانه وتعالى قريبه من ربنا سبحانه وتعالى امورك هتكون كلها تمام في قمه السعاده لكن ما ينفعش هو روح للشغل من هنا وانت ماسكه التليفون من هنا وانت يا صاحبي ما ينفعش برضه يا اخويا ان هي برضه بمجرد امتى ما تخرج من البيت وتسيبها في بيتها الو والدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله وبعدين انا والله النهارده انا انا حزين وكئيب والدنيا والظروف ازاي 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 كان الصحابه يقولون والله اني لا احس باثر ذنبي في خلق زوجتي وفي فارض بيتي وفي دبتي بحس باثر الذنب بتاعه في الحاجات الثلاثه دول ناخد أستاذ احمد طيب معاك اتصال استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم دكتور عايد عليكم السلام ورحمه الله كل سنه وحضرتك طيب خير. وانت طيب استاذ احمد اتفضل والله دكتور عايد البرنامج بتاعك يعني اسمه اسمه جميل جدا بس للاسف احنا ما في ما فيش تفاهم ان شاء الله تفاهم استاذ احمد بكل خير ان شاء الله انا من ذوي خاصة يا دكتور عايد ورحت شركه ورحت وزاره الكهرباء عشان اقدم طلب هنا. انا عايز اسالك سؤال بس اتفضل هو هل الامن بتاع بتاع, بتاع الوزاره اللي بره من حقه ان هو يقول لي ما فيش ما فيش وظائف وانتوا والسلام توظفوا عشان تتوظفوا والاهانه يعني حاجه بصراحه انا كنت في قمه الاسف والله العظيم يعني وصلني لدرجه ان انا كنت على الحاجه اللي فين استاذ احمد انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك ايه مع شركه الكهرباء؟ يا فندم انا طالب انا كنت معانا وكنت عايز اتوظف او اجيب اي وظيفه ان انا اقدر اعيش واوظف العيال انا معايا ثلاثة عيال تمام رحت بالورقه انا رحت للهندسه اللي, عندنا ده اللي قد تاشيره من من رئيس الشركه دوت يا ابني وانا الراجل يعني تعاطف معايا تمام كتبت طلب ورحت وزاره الكهرباء عشان اجيب تاشيره بالامن رفض ان هو يدخلني وهانوني وقال لي روح القوى العامله رحت القوى العامله ورجعت له تاني القوى العامله رحت هناك يا دكتور عايز طلعت لفوز فوق في الدور الرابع اسمه الاستاذ محمد تمام ومدام سعاد اه استاذ محمد يحولني لمدام سعاد ومدام سعاد تحولني لمدام استاذ محمد والاستاذ سعاد تقول له انا ما... انا الصراحه انا تعبان م. النهارده انا كده خلاص انا ايديت قمت طيب. واقف بعده وقمت ماشي رجعت له بقول له انا رحت القوى العامله اللي انت كذاب طيب اذا استاذ احمد اترك لنا رقم تليفون حضرتك و تقريبا بعض من الجهات المعنيه بتسمعنا الان وان شاء الله باذن الله رب دكتور رئيس احمد هنوصل صوتك للمسؤولين ولوزير الكهرباء باذن الله رب هنتابع مع حضرتك باذن الله رب في الايام القادمه باذن الله رب. اشكرك اتمنى من اخواتنا المتصلين ان هم يعني يخلينا في الحلقه عشان ما نخرجش بره اطار الموضوع. أنا تحت أمركم في أي موضوع، في أي حد محتاج أي حاجة مساعدة يا جماعة، إحنا أرقامنا موجودة على الشاشة، أي حد محتاج أي حاجة إحنا في خدمته في الليل قبل النهار بدون أي مقابل لله سبحانه وتعالى، أي حد محتاج أي حاجة ما عنديش أي مشكلة خالص إن شاء الله. نرجع لحديثنا يا جماعة أن الصحابة كانوا يقول أني لا حسوا يعني بأثر ذنبي لو أنا عملت ذنب، لو أنا ارتكبت مشكلة لو انا وانا في الـ في الـ آه راجع لبيتي عكست فلانه او علانه بتظهر في بيتي ولو هي عكست حد ولا كلمت حد نفس النظام بيعود عليها فكان الصحابي بيقول والله انا اي حاجه بتحصل لي بشوفها بمجرد ما اخش البيت قال زوجتي الوش غير الوش الدنيا غير الدنيا هكذا يعرف ان انا عامل ذنب دول لذلك انا بقول لن تاتي السعاده الى البيوت الا عندما سبحانه وتعالى تطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى لو انت صليت التزمت بالصلاه التزمت بالامور العقلانيه الدينيه بجد هتبقى امورك كلنا تمام لكن احنا اعرضنا عن ربنا سبحانه وتعالى اعرضنا فربنا عرض عننا ما تنتظرش سعاده ما تنتظرش حد يديك حاجه كده ببلاش لا في مقابل انت عايز تكون سعيد لا صلي التزم شوف ربنا قال لك ايه شوف ربنا قال لك اعمل ايه عشان تكون سعيد وما تعملش ايه عشان ما تكونش سعيد لو احنا اتبعنا هذه الامور بجد هتبقى حياتنا كلها امورنا كلها سعاده وطين لكن احنا قافلين البيوت على نفسنا وفلان فيه وفلان فيه وفلانه فيها وفلانه فيها وفلان فيه وفلان فيه سر البيت خارج بره البيت اللي تحب النبي قالوا يا ماما قالوا يا بابا وهو نفس النظام قالوا يا صاحبي قالوا يا صاحبتي قالوا مش عارف ايه اسرار البيت طالعه بره مش طايقين بعض أدبة بيت النمله بتحصل في البيت اللي يحب النبي يبلغها للثاني طب وبعدين طيب مع الأستاذ هيثم اهلا وسهلا السلام عليك عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا أهل وسهلا استاذ إيه؟ عيسى مرحباً بحضرتك اتفضل. والله انا كان عندي مشكله صحيه كده من 2006 يعني. مشكله ايه؟ مشكله صحيه من 2006 يعني. تمام. طبعا تو يعني طبت مشارك الارض ومغاربها ومشارك مصر ومغاربها بسببها يعني وانفقت كل ما عملت بسببها يعني تمام. المشكله دي حياتي كلها يعني اصبحت يعني مدمره خالص ومحطمه بسببها يعني. تمام. بس ف آه طبعا اطباء اغلب الاطباء آه أعصاب يعني في القاهرة في كتير جدا قلبي دماغ نادر أصلا وده إكتئابات في القشرة المخية مؤثرة على جذع المخ مرض نادر جدا وعلاجه أصلا مش م... مش متوفر هنا يعني مصر يعني علاجه أصلا في ألمانيا في ألمانيا اه اه بسبب طبعا المشكلة دي حياتي كلها أصبحت مخارف. لا إله إلا الله يعني انقطعت عن الدراسة وانقطعت عن العمل وحياتي كلها أصلا واقفة خالص جدا جدا جدا, جداً. <applause> حاجة كتير جدا كنت بقدر اعملها دلوقتي وما بقدرش اعملها خالص يعني طيب استاذ هيثم اشكرك على اتصالك والف سلام عليك وان شاء الله يعني هنتابع حاله حضرتك اتمنى انك انت تترك لنا رقم تليفون حضرتك في الكنترول وان شاء الله بعد الحلقه باذن الله ربي هتابع حضرتك واتمنى كمان يا جماعه من اخواتنا المشاهدين ومشاهدات النهارده اللي يقدر يساعد هذا الشخص اتمنى ان هو يتواصل معنا ويقدر يساعد هذا الشخص الشخص ده هذا الرجل او هذا الشاب عنده جزء في الجزء في المخيخ ضعيف جدا محتاج مبلغ كبير جدا وبحيث ان هو يتعالج في المانيا، طبعا محتاج سفر موضوع كبير جدا، اتمنى النهارده من رجال اعمالنا المحترمين الكويسين اللي فيهم لله وفيهم للخير، اتمنى النهارده يعني يتبنوا حاله هذا الشاب اللي هو عنده مرض يعني مرض خطير جدا مسيطر على عليه ومبهدل حياته، اتمنى من اخواتنا النهارده اللي يقدر يا جماعه يساعد هذا الشاب، اتمنى ان هو يتواصل معانا واحنا هنوصله بالشخص نفسه. نرجع لموضوعنا يا جماعه موضوع الاسره عامل اساسي احنا بنقول بدايه عام جديد نبدا صفحه جديده نتفائل ننسى كل حاجه نعدي الماضي هنبقى سعداء مبسوطين اللي حصل زمان اصبح موجود معانا الى الان هنتعب هنبقى دايما نفكر في الماضي واللي حصل وسوى وحصل منه وما حصلش منه وحصل منها وما حصلش منها وهي عملت وهي سوت وهي وهي لا انت كده تبقى طول عمرك حد لما تموت وانت كئيب وحزين وفيك الدنيا كلها معاك ضيع. طب نعمل ايه لا انا بقول لك النهارده هو ربنا بعت لك اشاره عام جديد ما قالكش الدنيا كلها عام واحد لا ده هو عام بعد عام يعني ايه يوم بعد يوم دي اشاره معناها هي يا معناها ان بقول لك ان اليوم اللي حصل فيه الخطا او الـ الـ اليوم اللي حصل فيه المصيبه او المشكله خلاص انساه ابدا يوم جديد بعديه ما تفكرش في الماضي طول ما انت بتفكر في الماضي وانت هتبقى تعي... تعبان وهتبقى تعيسه حياتك لو انت النهارده في شغلك في شغلك بتشتغل وحاجه حصلت في شغلك جت في اليوم الثاني بتفكر فيها في اليوم الثالث بتفكر فيها هتبقى طول عمرك كده تعبان نفسيا زهقان مش هتعرف مش مركز حتى في عملك في شغلك فبمالك بقى لما تحصل حاجه بينك وبين زوجتك في الاسره نفسها وتقعد تفكر فيها يوم بعد يوم الدنيا تقع منك لذلك أتمنى أتمنى من كل زوج وزوجه، أتمنى من كل أب وأم، أتمنى من كل أخ وأخت النهارده يبدأوا صفحه جديده، حياتنا النهارده في البيوت أصبحت كئيبه، حزينه، ممله، ما فيش طعم مفيش حاجه حلوه، مفيش حاجه يعني تفتح النفس زي ما بقول لا للأسف يعني، طيب إحنا عشان ندخل ابتسامة البيت عشان ندخل الإبتسامه الحلوه لبيوتنا نعمل إيه؟ قبل هذا الموضوع خلينا ناخد استاذ فتحي استاذ فتحي قطع الاتصال طيب خير طيب يا جماعه عشان ندخل الابتسامه في بيوتنا والسعاده ترجع لبيوتنا لابد حاجه من حاجه اسمها الرضا يعني ايه الرضا يعني انك انت ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه الزوجة دي زميمة وفيها الصفات الوحشة كلها وانت رضا تقول الحمد لله عليها والله ربنا يصلح من شأنك ومن شأنها ولو انت زوجك ده مش تمام وفي صفات الوحشه كله تمام قول الحمد لله عليه وارضي بيه والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى سيكتب لك السعاده في الايام القادمه ما بعدها سعاده اذا الرضا النقطه المهمه اللي نفسي نفسي بجد تصل لكل حد على على, على الكوكب الارضي في اي مكان يا جماعه مش في المجتمع المصري بس في كل المجتمعات لابد نفهم نقطه واحده اللي هي ايه اللي هي ان ربنا سبحانه وتعالى هو موجد الوجود ربنا سبحانه وتعالى ده مش هو اللي اوجد الوجود اذا اوجدني انا ما دام اوجدني انا اذا هو الذي الوحيد اللي يعلم ويعرف اللي يصلح لي ايه هو عارف لو اصابني خير عارف الخير ده هيصلح لي في ايه ولو اصابني ضراء ولا شر عارف الشر ده ليه حلو ليه مش كل حاجه بتاع ربنا مش ربنا هو اللي خلقنا يا جماعه والله ايه ليه احنا بنجزع ليه احنا بنجزع بهذه السهوله كده طيب ناخد استاذ علي استاذ علي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اسمك عمرو يا فندم استاذ عمرو اهلا وسهلا عمرو انا اتصلت عليك على التليفون الشخصي قلت لك قلت أه... لك انا عاوز عز دكتور عظام يا فندم دكتور عظام اه م. طب تحت امرك حاضر حاضر بتشتكي من ايه؟ أشتكي عندي التواء في الفقرات العنقيه يا فندم طيب حاضر استاذ ساز... استاذ علي استاذ عمرو عم استاذ عمرو حاضر حاضر تحت امرك اترك لنا رقم رقم حضرتك في التليفون في الكنترول وان شاء الله باذن الله رب ايه هنتواصل مع حضرتك ونديك رقم حد دكتور عظام كويس شكرا ليك شكرا يا جماعه اتمنى من اخواتنا المتصلين النهارده يعني عنوان الحلقه استاذ ابراهيم انت مش عنوان الحلقه والله ايه طيب على اي حال خير ان شاء الله أه نقول يا جماعه خلينا مع ربنا هيكتب لنا الرضا، ويكتب لنا السعادة، ويكتب لنا كل حاجة حلوة. طول ما ربنا راضي عليك، كل أمورك تمام. طيب أنا النهاردة بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة حلوة، ولكن أنا مبتلي. كل يوم بتصيبني مصيبة، كل يوم بتحصل لي حاجة، الولد بيتعب، الولد بيموت، الولد مش عارف إيه وإيه وهكذا. بيني وبين زوجتي دايماً في مشاكل، مع العلم إن أنا بصلي ملتزم وأموري تمام، إيه اللي بيحصل ده؟ آه، ده ابتلاء. يعني إيه ابتلاء؟ آه هو انت ما شفتش ما شفتش يعني سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ده نبي ما بتسمحش كده في ذات القران الكريم الابتلاء في حياه الانبياء هل الانبياء كانوا خطا هل الانبياء كانوا على خطا ما هو ربنا ابتلاهم بس ابتلاهم ليصطفيهم ليميز الطيب من الخبيث نشوفك انت ساعه الابتلاء بتصبر ولا بتجزع بسرعه انا بمتليك ربنا بيقول لك بمتليك عشان بيحبك عشان هو عايزك لكن لو هو مش عايزك مش هيبتليك فاتمنى العقول تعي هذا الكلام انك انت اي امر بيحصل لك ده من قبل ربنا سبحانه وتعالى خير ليك ايا كان بقى اي امر خير ليك ما عليك الا تقول الحمد لله اللهم اني رضيت يا رب رضيت بما تكتبه علي من خير او شر الحمد لله لو جينا سالنا صاحب القلم ده وقلنا له القلم ده ما بيكتبش الأم وبيكتب ازاي هو الوحيد اللي هيقول لنا هو بيكتب ازاي عشان هو اللي صنعه هو اللي صنع القلم ده عارف لما يكون القلم ده ما بيكتبش هيعرف هو بيكتب ازاي نفس النظام ولله المثل الاعلى هذه الخلقه هذه الاشخاص دي كلها اللي في الكون كله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم وما دام هو اللي خلقهم عارف هو يتصرف معاهم ازاي عارف ايه الافضل ايه اللي يصلح ليهم ايه اللي ينفع ليهم؟ احيانا بتكون زوجه مع زوج بيحبوا بعض وفجاه كده بتطلقوا. لحكمه ربنا سبحانه وتعالى. اتطلقت لحكمه وهدف انت عايش في الدنيا لمقصد مش عايش بمزاجك. مش عايش كده تبع حواك لا انت عايش بهدف بمقصد هذا الكون موجود بمقصد لقبل الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان هذا الكون موجود هباء منصوره كده وخلاص لا 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 ده كل شيء موجودة بحكمة وبهدف من قبل الصانع الخالق سبحانه وتعالى لابد ان احنا نحب بعض نحترم بعض نعدل بعض انسى هو فيه المشكلة يعني لما حاجة تحصل لك ترميها وردارك فيه المشكلة ليه دايما حاسة صداع وقرفان ومخنوق والدنيا مليانة والدنيا مليانة زي ما بقول طب لحد امتى طب من 2018 كنت كده و2017 كنت كده وبعدين لحد امتى هيبقى مستمر؟ لحد امتى هتبقى باصص وراك؟ لحد امتى؟ هو ايه المشكله؟ يعني فيها ايه المشكله لو انت رميت كل الدنيا دي وراك وبدات تفكر في خطوه قدام هتصلح نفسك؟ هتصلح اسرتك؟ هتصلح المجتمع اللي انت عايش فيه؟ طيب ناخد المفارس فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اه ممكن اتكلم في فضيله الشيخ؟ اتفضلي لو سمحت يا شيخ معايا مشكلة مع والدي بس أنا مش شيخ لكن اتفضلي يلا اتفضلي <applause> يعني جيتك بإيدك بتتكلم كده على ظروف البيوت كده و... طيب اتفضلي في مسألة في موضوع مع والدي كده يعني مع والدك اه تفضلي <applause> اه والدته توفت <applause> آه بس انا ما حضرتش ما حضرتش يعني الوفاه بتاعها تمام هو خد جنبي مني يعني كان بسبب جوزي تمام راح خد جنبي مني كده يعني كل ما اروح البيت يعمل خناقه معايا بيت بيت يعني ويعني كل ما يشوفني كده يقول معايا وكده يقول لي انت خد... انت ما جيتيش وفاه جنازه ام ستك امم وبعد كده جود يزعج معايا وكل خلاني جيت ابعد ان انا اروح البيت يعني طيب تمام طب أه... مش عارف انا نفسي اروح ازور كده واخواتي بس بيقعد يزعج معايا كده اتجنبت ان انا اروح بيت ابويا يعني. طب انت حضرتك منين؟ من حفظة سوهاج سوهاج اه عادات وتقاليد تمام اه التقاليد طب يعني حصلت مشكله وجوزي حلف يمين علي قال لي لا ما يا ساتر يعني حصل موقف قبل كده ان ان انا في حاله الولاده وهو ابويا ما جاش يعني حضر الولاده معايا راح جوزي خدها دي بدي يعني تمام انت عارف تقاليد الصعيد يعني تمام اشكرك ام فارس خلاص اسمعيني حضرتك من خلال التلفزيون اشكرك هذا هو الجهل بعينه نعود الى ايام كفار قريش ايام يعني العصر اللي هو قبل جاهلي إزاي أقطع يعني زوجتي عن أهلها؟ أنا مع الزوج. الزوجة لابد أن تسمع كلام زوجها أيا كان. لكن إن وصل الأمر إنها تقطع صلة رحمها فلا يصح. ما ينفعش. يبقى إحنا كده بنقول بدل ما بنصل وبنظبط العلاقة، لا كده بنبوظ الدنيا. لكن لابد أن هناك أمور أخرى أمور أخرى الزوج بنان عليه منح هذا الامر يعني انا مثلا على سبيل المثال زوجتي كل ما بتروح عند اهلها ما اتصل اه طيب إيه كل ما تروح مثلا عند اهلها بيقولوا لها مثلا فلان وعلان ويوي وي وبيكبروا الدنيا طب خلاص انا حلفت عليها ما تروحي عند اهلك عشان إيه, ما يعني ما او عشان الدنيا ما تبوظش بيني وبينك فانا منحتها اذا كان في شر كبير جدا نوع فانا قللت الشر من كبير لشر صغير نخلي بالنا يا جماعه بلاش نقطع يعني صله الرحم بلاش نحاول يا اختي حاولي برضه تواصلي مع اهلك حاولي برضه استحملي ولا بد من الاب والاسره اللي هم اهل البنت دي ان هم يتفهموا آه هذا الموضوع يتفهموا ان الامر مش بيدها ده الامر بيد الزوج واتمنى النهارده من كل ازواجنا ان هم يسامحوا يعدوا يخلوا في صله رحم متواصله بين الاهلين حاول اهلين عايزه تروحي الاهلاء اتفضلي عايزه تروحي الاهل اتفضلي ممنحاش عن اهلها يا جماعه ممنحاش عن اهلها ما يصحش اتمنى النهارده يكون هذا العام عام خير علينا وعام مليء بالسعاده مليء بكل حاجه حلوه زي ما قلنا من البدايه نحاول نبدا نغير وننسى ما تفكرش في الماضي دايما فكر في المستقبل ما تبصش تحت رجليك دايما بص خطوه قدام شوي اللي فات مات اللي عدى عدى ما تحملش نفسك في طاقتك اللي حصل حصل اللي اختيار, اختيار خلاص انت اخترت وعملت مفيش حاجه حزين لايه بتبكي عليه دنيا بكش لحظه نفس يخرج منك الله اعلم في لحظه ممكن مع السلامه في الباي باي خلي بالك عيشها صح عيشها بالتفاؤل عيشها بالامل عيشها بالابتسامه عيشها بكل حاجه حلوه بجد والله هتبقى سعيد ومبسوط وفي قمه السعاده لكن لو انت عشتها غير كده هتبقى الامور معاك معاكسه ومش تمام وقتنا خلاص يا ابراهيم على اي حال كل التحيه والتقدير ليكم الاستاذ وليد عماره مخرج البرنامج الاستاذ محمد الشاهد الاستاذ نصر كل طاقم الاستاذ نرمين الاستاذ علي حسين كل الاخوه الافاضل الاستاذه نرمين كل الناس الافاضل الموجودين انا كمان اللي المشح... مش مش عارف اسمائهم سامحوني اه كل التحية والتقدير لكم اه واشكركم شكرا جزيلا والشكر أيضا موصول إلى أخواتنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أتمنى رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة أتمنى نكون قدرنا نغير جزء حتى لو جزء بسيط كل واحد يبدأ مع نفسه يشوف شخصيته عاملة إزاي يبدأ يغير من نفسه هو حزين ليه كئيب ليه مصدع ليه ليه دايما سرحان ليه مش مرتاح نفسيا ليه ما سعيد في حياته يحاول يبدأ شوف النقاط اللي هي مخليها ما هوش سعيد ويبدا يولد لنفسه سعاده ما تنتظرش حد يخبط عليك ما تنتظرش حد يقول لك انت النهارده هتكون سعيد لا ابدا اسعد نفسك بنفسك ابدا طلع نفسك بنفسك من اللي انت فيه بجد والله هتكون سعيد مبسوط تحيات لحضراتكم اشوفكم ان شاء الله في حلقه بكره ان شاء الله في نفس الميعاد تحيات لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته